عقد مجلس الشورى جلسته 25 من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي. وقد وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 261 مكرر إلى قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن البيئة، حيث يهدف المشروع إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها. كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة. ويتألف مشروع القانون من ديباجة و125 مادة موزعة على 18 بابا.